عسلم أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. انتشر في الآونة الأخيرة فيديو لمواطن تونسي هو يتجول في حي مهجور إلا أنه اللي كان يستنى فيه في ثنية أمر غريب وعجيب برشا وخليها الأمر في حالة رعب وارتباك وحيرة كما باش تشاهدوا معنا في الفيديو. شوف الوحيد الوقف برجوا معنا. بسم الله الله وكبر بسم الله الله وكبر بسم الله الله وكبر بسم الله بسم الله أواحد داخل شوف شوف معنا فسر وحدكم هو بيدهم شنقاف شيرة أخر بسم الله الله وكبر. تظهر له حويج غريبة وعجيبة كما تشوفوا معنا وظهور أشكال أشباح في وسط الطريق هو اللي خليه مرعوب وما نجمش حتى يسوق الكرم ويرجع بصفة عادية. يقول الراجل هذا أنه الحي هذايا مهجور وما يسكن فيه حد وأكثر حاجة تثبت الشيء هذا أنه الحي هذا اللي يدخل يسكن فيه يخرج يجري واللي خلى سوم قطعة الأرض في هذا الحي زهيد جدا مقارنة بالأسوام الأخرى. ما تنساوش أصدقائي باش تعطيونا رأيكم في الحكاية هذه وتقولون زعم شنية الأشكال والحواج اللي ظهرت للراجل هذايا هو يسوق في كرهبته، وهل أنكم تأمنوا بالحي المهجور والمسكون وإلا ما تأمنوش بعد ما تشاهدوا الفيديو؟ شوف الحي الوقف برجوا معي. بسم الله الله وكبر بسم الله الله وكبر بسم الله الله وكبر بسم الله بسم الله نبعد عليك بسم الله بسم الله الله وكبر أواحد داخل معي. شوف شوف معي فسروا وحدكم هو بيدهم شنقاف شيرة أخر بسم الله الله وكبر. في كل مكان تمشي منه تلقاه قدامك بسم الله هاو خدامي هذا هو خطي خدامك في الطريق بالضبط. شوف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله باش ندخل بيكم للحي المهجور. المهم السكان الكل هربوا هربوا من الحي هذا. كل مرة باش نعمل لكم بوز باش نجم نكمل خاطر سينو الفيديو يحب ربع ساعة ويسر عليكم. باش نوريكم برشا حوايج غريبة برشا حوايج غريبة تفرجوا معايا تفرجوا معايا وشوفوا غرائب وعجائب الدنيا في الحي هذا. تعرفوا علاش الناس كلها هربت كله تقسيمات نوريكم التقسيمات. المهم 500 متر أرض صالحة للبناء ثم الماء وثم الضوء وثم الانترنت ولوناس 500 متر وبخمسة ملايين. اللي يحب يشري يجي ياخو العجائب السبعة. مش نوريكم أشكال غريبة وغريبة جدا. هاني دار مبنية كاملة مسكرة خلوها مالها ومشاو ثم تقريبا 10 ديار تبناو ثم حكاية 20 دار بداو في البنية متاحهم وبطلوا. قالك هذه فيها حراس بسم الله يا ربي بسم الله فيها حراس. شوف شوف البنية هذه شوف شوف ايش بنيها هذا وخليها كيك. شوف الوحي الوقت برجوا معي بسم الله الله وكبر بسم الله الله وكبر بسم الله الله وكبر بسم الله بسم الله نبعد عليك بسم الله بسم الله الله وكبر أواحد داخل من هنا شوف شوف معي فسروا وحدكم هو بيدهم شنقاف شيرة أخرى بسم الله الله وكبر. كل مكان تمشي منه تلقاه قدام بسم الله أو قدام هذا هو قدام قدام طريق بالضبط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فاش ضرب شنو ضربني مرتو اوس قلت في عرس هاي بوس جاست ذا واي يو لايك ات فيري هارد فور يور فريند تو